اللي هل علينا ده؟ ازيك يا حجة؟ اهلا اهلا يا شيخ حسن. ايه النور ده؟ امبارح عدى عليا الحاج عمران وقال لي يا بلاد الشيخ حسن حاج يسكن عندك، قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر الحاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران، حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال عماد حصل عطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكم وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوانا يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. لستور يا ساتر. لمرضى يا شيخ حسن. حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جرى له فيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوه. طب لا لازم نرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه وأروهم. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا 5 مرات في اليوم غير التراويح. انت متاكد يا شيخ بلال الشيخ حسن العطار بنفسه؟ الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمع وعينيه بينط منها النور. قال لي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله. ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه، سارق. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. يا مولانا انا اسف، والله ما هو ذنبي يا مولانا، انما الاخوه في المسجد لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت له المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخده المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفل ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالع سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلقت يا سيدنا الشيخ والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقة اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس، اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبه اضربوهن، لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر الله اكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. سلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانة يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا برعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه في قعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال. عنات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعة؟ أمال بشوفها يرد إزاي؟ دخت مخليتي يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاترة والشيوخ والأولية، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ آه. وما عملش حاجة؟ الشفاء على إيديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله أكبر، صلاة النبي أحسن. ارفع خلفه يا عم، ابعد البتاعة دي عني. أنا خلفه إيه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعة دي. واحد واحد. أنا يا عم ابعد البتاعة دي عني. أنا خلف واحد واحد، واحد واحد، ما ينفعش الأرجال اللي أنتوا عاملينها دي. يا جماعة اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجلة دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس أنتوا طلعوا له دول. يا عم الحاج، الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الولية مراتي ما هتخلفش غير بنات، وأنا نفسي في واد. يعني هي الوزة والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمرة 18. إن شاء الله يا شيخ حسن، أنا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمة أهل البلد. الدورة اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنة دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وإيده طايلة،
كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعمل لك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جرايه يا ام عماد. الله، عماد عماد انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك.